رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين بمطروح. موسكو تتهم الجماعات الإرهابية بعرقلة إقامة المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. واثنا عشر قتيلا وعدد من الجرحى في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح بحضور وزير التنمية المحلية. وأشار مدبولي إلى أن الهدف من الاجتماع هو حل مشكلات المستثمرين بمطروح بعد ورود شكاوى لمجلس الوزراء من تأخر الحصول على التراخيص أو البيروقراطية في إنهاء الإجراءات وخلافه، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على حل جميع مشكلات المستثمرين. وأعلن وزير التنمية المحلية أنه سيتم خلال أسبوعين حصر جميع المشكلات وتصنيفها ووضع أسس الحلول ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. شدد رئيس الأركان الفريق محمد فريد على أهمية الارتقاء بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية. وخلال مشاهدته المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود فجر واحد والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، أشار رئيس الأركان إلى ضرورة التوسع في تطبيق نظم ومقلدات المايلز في التدريب لتعزيز نقاط القوة وتلافي الملاحظات التي تظهر خلال مراحل التدريب المختلفة وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لكل التشكيل والوحدات. رحب السودان بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والتي تم تصميمها لتوسيع التعاون الثنائي بين بلدينا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر محمد قوله إنه تم الاتفاق على إطلاق المرحلة الثانية بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أن بلاده مستعدة للانخراط في مسارات المرحلة وصولا للأهداف المرجوة. اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروف الجماعات الإرهابية بعرقلة إقامة المنطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية. وفي مؤتمر صحفي بموسكو أكدت زخروف وقوف موسكو مع إجراء تحقيق شامل فيما كشفه تقرير الأمم المتحدة مؤخرا من جرائم جماعية ارتكبتها داعش ضد المدنيين في العراق، مؤيدة وصف الأمم المتحدة لممارسات داعش بأنها ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الجرائم للعدالة. أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقالت الشرطة إنها لا تستبعد فرضية أن يكون الهجوم الذي وقع على حانة في منطقة تاوزند أوكس بمنطقة فينتورا بولاية كاليفورنيا عملا إرهابيا، مشيرة إلى مقتل منفذ الحادث. هذا موجز لآخر وأهم الأنباء. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.in. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.